الايديت تكست. هذا هنت يعني، هذا مش لازم، ممكن اشيله انا، بس انا لما انا بحطه بصير موجود. هيك شفت في الديزاين فاضي، هيو هنا اليوزر بده يكتب، فانا لما بحط الهنت بصير في كلام بصير في كلام توضيح فاهي يعني، ملوش اي دور. هيو مكتوب في الباك تمام. جراوند، تمام، على اساس انه توضيح لليوزر انه يكتب. هاي رساله انا بعطيها لليوزر عشان يكتب في هذه، تمام. ماشي. تمام. ممكن نحط تكست سايز طبعا اللي بده يكتب فيه، طبعا السايز 30 اس بي. اوكي، هلا هاي الايديت تكست، تمام. هلا في شيء ضروري لاحظوا، انه اول ما حط هذا اليوزر نيم راح حط مين؟ حط بعديه مين هو الايديت تكست، هذا اليوزر نيم وهذا الايديت تكست، صح ولا لا؟ تمام، حطهم ورا بعض، رماهم ورا بعض رمي، ماشي. هذا السايز 30 اس بي صح، وهذا 30، تمام. حطهم ورا بعض. طب ليش ما حطهم عمودي؟ ليش حطهم افقي؟ دير بالك اي عنصر حتحطه الاوريان تبع اللي اوت في هوريزونتال وفيرتيكال. اوكي، الاورينتيشن اللي هو الدايركشن تبع، مش دايركشن، اورينتيشن بسموها، هيها اورينتيشن. هذه الاورينتيشن باي ديفولت بتكون هوريزونتال بشكل افتراضي، يعني لو انت ما كتبتش اورينتيشن بكون الاورينتيشن اتجاه التخطيط اللي هو اللينير لاي اوت. هاي بس مع اللينير لاي اوت اتجاه التخطيط بيكون ايش؟ بيكون هوريزونتال افقي، يعني افقي يعني ايش؟ ما حطيت عناصر حتصير ايش؟ حيضل يحط لك اياهم افقي ورا بعض بشكل افقي. اذا كانوا فيرتيكال حيحط لك اياهم بشكل ايش؟ فوق بعض، تمام، فوق بعض. طلع هون كيف صاروا، هاي يوزر نيم. ولو حطيت واحد ثالث، يعني لو جيت حطيت مثلا هذا كنترول سي، هاي حطيتهم، حتلاقيهم ايش صاروا؟ هيهم برصهم تحت بعض، ضلوا يحط تحت بعض لانه ايش؟ فيرتيكال، لانه هذول ايش؟ فيرتيكال، تمام. لو شلتها بصير في غلط، بصير في برا، تمام. هون صار في ايرور. هون ليش الايرور هذا؟ لانه هذا ماتش بيرنت، لحظه يا شباب دقيقه بس خليكم معايا. السلام عليكم، تفضل. عماد معلش، عشان والله انا عندي محاضره على الزوم مع الطلاب في الجامعه، بدي افصل فيك ضروري، بدي اياك في عشان الاولاد بس. شو اسمه، بفصل فيك كمان اقل من ساعه. خلاص حبيبي، ليس هذا. تمام يا جماعه، قلنا عشان هذا بدي اخفي. اوكي تمام، احنا عاملين ريكوردينج هيو. اوكي، فطيب انا وين الغلط؟ لانه هذا كان ماتش بيرنت صح، هذا اخذ الشاشه كلها يعني سكر على الباقي، هذول صار ما لهمش وجود، طردهم برا، هذول العنصرين طردهم برا، لانه الاورينتيشن هوريزونتال، تمام. فعلى الديزاين بدهم يكونوا هنا برا بعد هذا، يعني هاي هذا وهذا، تمام، واللي بعدهم برا الشاشه، عشان هيك صار في ايرور، صار في ايرور خطا صح، تمام. اذا هذول بدنا نشيلهم. طيب حلو، الحين بدنا نكمل. طيب احنا عملنا الاول هذا صحيح، الان هذا الاول مزبوط 100% صح، هاي السطر الاول هذا صح، صار خلصنا. طب الحين بدنا نعمل التانيين اللي هو الباسورد والايش واليوزر نيم، تمام، حيكونوا نفسهم يعني، هايهم هاي. هذا بس بدي اسميها باسورد، وهاي انتر اي دي هنا، انتر باس مثلا، خلاص تمام. الان لما انا اروح على الديزاين مش حيظهروا، ما بينوش،
ايش المشكلة؟ ايش ليش ما بينوش؟ ليش الغلط اللي صار؟ لأنه كلياتهم موجودين هوريزونتال، كلياتهم موجودين هوريزونتال. كيف أنا بدي أحط الأربعة في لي أوت واحد بهذا الشكل؟ مين يقول لي كيف بدنا نعمل؟ نسبة لي أوت يعني؟ يا ويلي عليك يا محمود، والله أنك كنا عملاق، أنت حرام تغيب، حرام تغيب يا محمود. قال لك يعني نستد لي اوت، نستد لي اوت يعني لي اوت فرعي، بدنا نعمل هون لي اوتات فرعيه يا جماعه. طلع هذا اللي اوت، هذا بدي اعمله الاثنين هذول عشان احكمهم يضلهم معايا، فبدي احط اعملهم لي اوت لحالهم، ويكون اللي اوت هذا هوريزونتال. ونفس الشيء هذول الاثنين بدي احطهم في لي اوت لحالهم، ويكون اللي اوت الاورينتيشن تبعه هوريزونتال، وهم الاثنين موجودين في لي اوت، اللينير لي اوت الاساسي موجودين ايش؟ فيرتيكال. فهمتوا كيف؟ يعني كل اللينير لي اوت ديزاين بده يكون بالطريقه هذه دائما، لانه انا ما بقدرش احطهم كلهم تحت بعض. يعني مره بدك تمشي افقي ومره بدك تمشي عمودي في لي اوت واحد، بنفعش مره بدك تمشي افقي ومره عمودي في لي اوت واحد، لازم تعمل اكثر من لي اوت. ماشي؟ يعني انت بدك تعمل بالطريقه هذه، انتبه شوي. هلا هدول الاثنين، هي احنا عندنا اللينير لي اوت الاساسي، رحت انا طلع ايش بدي اسوي، ركز معي عشان تفهمها وبعدين خلص، هي مره واحده وبعدين تفهم. لينير لي اوت هذا عرضه على قد البيرنت والهايت راب كونتنت. وبدي اياك تكون ذكي، ليش عملته انا راب كونتنت؟ هلا بقول لك ليش انا عملته راب كونتنت. هذا الاولاني، تمام؟ هذا الاولاني، ماشي؟ وهي نسخته كنترول سي وعملت واحد ثاني، ماشي؟ عملت اثنين مربعين، ماتش بيرنت والهايت راب كونتنت، وماتش بيرنت وراب كونتنت. هذا حطيت فيه هدول الاول والثاني اللي هو ايش؟ هاي اليوزر نيم كنترول اكس، وحطيتهم في الاول، تمام؟ والثانيين هدول كنترول اكس وحطيتهم وين؟ حطيتهم في الثاني، مزبوط؟ طيب هذا الاولاني انا بحكي عن هذا، ايش الـ ايش الـ 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 ايش الاورينتيشن تبعه؟ هذا لازم يكون هذا، هايهم هذا ايش الاورينتيشن لازم يكون تبعه؟ لازم يكون تبعه هوريزونتال، لانه بده يكون فيه بس عنصرين، اليوزر نيم والتكست والتكست تبعه والايديت تكست تبعه، مزبوط؟ بده اياهم يكونوا جنب بعض، فبده يكون ايش؟ هوريزونتال. هاي الديفولت تبعه هوريزونتال. ممكن انا اكتب هنا اورينتيشن هوريزونتال، وممكن ايش؟ ما اكتبش ولا حاجه، خلاص بدي اكتبها انا عشان تتعلم. وهذا الثاني برضه ايش؟ بده يكون ايش؟ بده يكون هوريزونتال. ممكن ما تكتبهاش، باي ديفولت هي بتيجي، بس انا عشان تتعلم هاي بدي اكتبها انا هوريزونتال، خلاص؟ طيب لا زال في غلط. طيب ليش هذا غلط؟ هون الاورينتيشن تبع هذا ايش؟ ايش الاورينتيشن تبعه هذا؟ هذا لازم يكون فيرتيكال، تمام؟ ليش فيرتيكال؟ انتبه شوي، ليش فيرتيكال؟ الحين طبعا طلع عليه حيكون صح، شايف؟ هاي اليوزر نيم اي دي والباسورد، وهنا انتر باسورد. كيف طلعت صح؟ طلع انتبه شويه، هذا روح على الرسام، خليني انا ارسم لك اياها. هاي الخط، ركزوا معايا. قلنا هذا اللي اوت اللي انا عملته اول مره، اللي هو على قد الجهاز، اللينير لي اوت الاولاني اللي هو العرض تبعه ماتش بيرنت والويد تبعه ماتش بيرنت، مفهوم هذا؟ في حد عنده سؤال عليه؟ اللي هو اللي اوت الاولاني، سوري، هيو هيك على قد الجهاز. في حد عنده سؤال؟ في عنده اعتراض عليه؟ يا شباب بحكي معاكم،
ابو طه محمود تمام واضح الامور. لا فيش اعتراض. هذا الاول، هذا الاولاني هذا الاولاني صح؟ هذا الاول. طيب صحيح. الان الثاني اللي انا عملته، هي عملته لهدول، ايش الاورينتيشن تبعه؟ هورزنتال، يعني اي هذا هورزنتال. اي عنصر بدي احطه فيه بدي يجي ايش؟ هورزنتال. هاي يوزر نيم وهي الايديت تكست. بعدين حطيت كمان واحد جواته هاي وهنا للخط الثاني برضه هورزنتال، برضه الاورينتيشن تبعه هورزنتال لانه هاي الباسورد وهي جنب بعض. طيب ليش انا حطيت الاب تبعهم كلهم، ليش عملته فيرتيكال؟ عشان يجوا فوق بعض، عشان هذول الاثنين هذا واحد وهذا الثاني يجوا فيه فوق بعض. تمام. يعني لو انا حطيت هنا، اطلع لو انا حطيت اجيت جبت تكست فيو هنا كنترول سي وحطيته تحتيهم وحطيت كمان هذا كمان وحطيت هنا كمان واحد، وين حيطلع هذول الثلاثه؟ مين يقول لي هذول وين حطيتهم؟ تحت الازرار. تحتيهم هذول وين موجودين مكانهم؟ في اللي اوت الاولاني، اول واحد صح ولا لا؟ مظبوط. الرئيسي صح. يعني هذول حيطلعوا تحت هيهم. هي هذا لينير لي اوت كومبوننتس، وهي هذا لينير لي اوت كومبوننتس، وهذا كومبوننت ثالث رابع خامس. هذا الرئيسي عشانه فيرتيكال فوق بعض. كم عنصر في هذا الرئيسي؟ مين يقول لي؟ خمسه. هي واحد اثنين ثلاثة خمسة. أربعة خمسة صح ولا لا؟ لياوت وثلاثة آيتم. هذا في عنصرين جوا، هذا نستد، هذا فرعي، هذا في اثنين وهذا في اثنين. get my point make sense؟ مفهومة؟ تمام. شيل هدول. تمام أنا... مفهومة واضحة أصلاً. واضحة يا محمود. مين مش فاهم يا جماعة؟ إذا جبتوا بعيد في حد مش فاهم؟ هذا الموضوع مهم جدا، دير بالكم في اللينير لي اوت في عمليه الديزاين. اللي ما حيفهم هذه القصه ولا عمره حيعمل ديزاين. تمام. اكثر الشاشات، اكثر لي اوت يستخدم في تطبيقات الاندرويد اللينير. ليش؟ لانه سريع، سريع جدا، انت بتعمله بسرعه تامه، تقولش تعمل حسابات، فالكل بيعمل اللينير لي اوت اسرع شيء. تمام. يعني اغلب التطبيقات حتى لو تطبيق الفيسبوك كذا كله لينير لي اوت. ليش؟ لانه بسرعه بتعمله بسرعه. طيب نيجي سؤال ثاني للشباب الاذكياء، ليش انا خليت هذا اللي جواني هذا ليش خليته الجواني يا امجد؟ ليش خليته هذا راب كونتنت الهايت تبعه؟ ليش مش ماتش بيرنت؟ انا بحكي عن الجوال اللي اوت الرئيسي. اسمع، خلي ياخذ بس يحتوي. استنى يا محمود، دقيقه يا محمود، معلش خلي امجد يجاوب. امجد العمور، ايه امجد، ليش انا خليت هذا ليش انا خليت اللي اوت الاولاني خليته اللي هو راب كونتنت الهايت تبعه؟ ليش خليته راب كونتنت؟ عشان ما يمليش اللي اوت، عشان ما يمليش اللي اوت. تمام. عشان ما يمليش اللي اوت الرئيسي. عشان ما يمليش اللي اوت الرئيسي، بس يحتوي العناصر اللي جواه. لو انا يحتوي العناصر اللي جواه، لو انا خليته ماتش بيرنت حيطرد هذا، حيطرد الثاني. انا هذا الثاني اللي خليته حيطرد هذا وحيطرد كل اللي بعده، حيطرد اللي بعده، هذا حيطرد برا حيصير. تمام. روح على الديزاين شوف صار، بس هذا الموجود هذاك طرده. طرد صح ولا لا؟ لانه اخذ باقي الشاشه. مظبوط ولا لا؟ طرد اللي تحته. صحيح. تمام. فانا قلت له على قد المحتوى تبعه، الهايت راب كونتنت على قد المحتوى، على قد ما فيه. ايش فيه هو؟ في اثنين هذول. صحيح. فهمتوا كيف؟ هاي في الاثنين هذول، هاي النقطه مهمه. تمام. ها
تمام. يلا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل الزرين هلا. هلا بدنا نعمل الزرين. بدنا ناخذ لاين لينير لاي اوت ثاني لينير لاي اوت ماتش بيرنت الويب وراب كونتنت العرض وهي سكره. تمام. بدنا نحط زرين. ايش الكومبوننتس اللي بدي اياه؟ بوتون. في شيء اسمه بوتون عندنا في الاندرويد. خلاص هاي بوتون لاي اوت مارجن. ايش سوري شو اللي اوت مارجن؟ سكر سكر البوتون. طبعا هو برضاش اي عنصر تحطه بده ايش؟ بده ويذ وبده هايت. هاي الهايت ايش بده الهايت تبع البوتون هذا؟ هو بوتون راب. تمام. وهذه طبعا الت مع انتر بتجيبها بيعمل لك سجستشن. هو الت مع انتر دائما لما يجيك الايرور هنا عشان تعرف السجستشن تقول له الت مع انتر تحط الماوس تقول له ايش الت مع انتر فبيجيك هاي. برضو هاي راب ايش راب كونتنت. خلاص تمام. هذول اهم شغلتين. طيب ايش بدنا نكتب فيه تكست؟ بدنا نكتب فيه ساين ان. تمام. هاي ساين ان و ماشي تكست سايز 30 اس بي. ماشي. هلا ممكن نعمل له كوبي هذا البوتون زي ما هو ونظبطه زي ما هو هيك 30 وهي خليها كلير. خلاص هذا اللي هو البوتون الثاني. هلا تعال هيك هاي صار. كيف انا ممكن اخليهم يجوا في وسط اللي اوت؟ في شيء اتريبيوت في اللي اوت هيو. في اتريبيوتس كثيره دير بالكم في اللي اوت. هذا اللي اوت اللي هو موجود وين اللي هم موجودين فيه ممكن يكون سنتر. ممكن شيء اسمه جرافيتي هون. جرافيتي سنتر هوريزونتال. سنتر هوريزونتال. فانت بتقول له دائما استخدم الاسماء اللي بتخليك تروح ريسبونسيف. هون سنتر هوريزونتال فبالتالي طلع هاي سنتر سنتر. ممكن اخلي بينهم فراغ شويه. كيف بدي اخلي بينهم فراغ؟ يا بخلي من هذا المارجن تبعه اليمين يا اما بخلي المارجن تبع اليسار تبع الكلير. واحد من هالشغله. تعال للتحتاني هذا وحط هون المارجن ليفت. المارجن ليفت على ايدك اليسار يعني مارجن. هاي مارجن ليفت. مارجن ليفت قول له مثلا 20 دي بي. 20 دي بي. روح شوف ال 20 دي بي قديش. هايها كويسه. تمام. هي هذه مارجن ليفت لمين؟ للكلير. هامش على يسار الكلير او ما هامش على يمين المين الساين ان عادي زي ما بدك. خلاص تمام. اذا هنا صارت الشاشه موجوده. اذا بدك تنزلها لتحت شويه ممكن تحط مارجن فوق. يعني ممكن انت هنا تحط مارجن اذا بدك حابب يعني هنا فوق هاي اللي اوت الاولاني تقول له مارجن توب. تمام. هاي مثلا 50 دي بي. يعني على اساس فوق شويه. روح على الديزاين نزلتها شويه كده بتصير الشاشه مش ملزقه فوق او اقل شويه يعني هيك مش منطقيه 50 يعني ممكن تكون 30 او 20 حتى. اوكي بهذا الشكل. تمام. اذا هذه شاشه الدخول ممكن تحطها بالوسط توسطها في الشاشه. ممكن توسطها في الشاشه كلهم. اذا بدك توسطها في الشاشه بدك تروح توسطها من وين؟ اللي اوت كله هذا توسطه. هذا بدك توسطه دير بالك هون الجرافيتي. هي هون بدك تقول له مين يقول لي الجرافيتي شو تكون؟ سنتر فيرتيكال. سنتر فيرتيكال يا ولي عليك. سنتر فيرتيكال يا ولي عليك. تمام. شايف كيف صارت؟ سنتر فيرتيكال وسطها في الشاشه كلها. تمام. ماشي. بدأ ممكن تحطها فوق تحط فوقها شعار تظبطها. يعني هي عادة بينزلوها لتحت بس بنحط فوقها شعار. يعني بتكون هيك الماتيريال ديزاين دخل معاها ماتيريال ديزاين بصير لوج ان محترم. فخلينا شوية شوية بنصير نعطيكم يو اي يو اكس ويو اي قدام شوية. هلا خلينا بس نشتغل نفهم القصة هون وبعدين بنصير نلعب
نلعب لعب في التصميم. خلاص اكسلنت. الحين بدنا نرجع مرة تانية نحكي شغلة هنا بسيطة. ايش اسم الشاشة الكلاس الجافا كلاس المربوط في اللي اوت هذا؟ مين اكتيفيتي، صح ولا لا؟ يعني هذا الفايل هذا الاكس ام ال مربوط مع مين؟ مربوط مع الكلاس اللي هي مين اكتيفيتي، هذه اللي هي الجافا كلاس. قلنا الشاشة لو احنا شغلنا هلا حيطلع معنا، بس اسمع شوي. 5:35 طايل 5 دقائق، ماشي؟ خلينا بناخد 5 دقائق وبنوقف يا جماعة، تمام شباب؟ بناخد 5 دقائق وبنوقف. بس عشان ما نتقلش عليكم. طيب هذا الجافا كلاس، كل شاشة إلها جافا كلاس وإلها XML ديزاين، تمام؟ مين الأساس، الجافا ولا الـ XML؟ لما أنا بشغل التطبيق مين اللي بيشتغل بالأول؟ مين اللي بيتحول لفيو؟ أكيد الجافا في الأول. يعني مين اللي بنعمل له رن بالأول، الجافا بالأول ولا الـ XML؟ الجافا. XML طبعا. الجافا، أيوة الجافا هي الأساس، الجافا هي اللي بتشتغل، لأنه الـ XML هاي المانيفست جاي لـ المين أكتيفيتي التاج تبعها اللانشر اللي هي الكلاس. الجافا كلاس هي اللي بتشتغل بالاول، هي الجافا الكلاس اللي بتشتغل بالاول. طيب مش هي بس اللي بتشتغل بالاول، اصلا الاكس ام ال هذا مالوش علاقه، هذا الاكس ام ال هو عباره عن تخطيط بس، لا اكثر ولا اقل. الاكس ام ال هو عباره عن تخطيط بس، وظيفتك انك تصمم فيه الشاشه، تمام؟ اوكي. هلا هاي الكلاس اسمها مين اكتيفيتي، عامله اكستند لمين؟ لكلاس ثانيه اسمها اب كومباكت اكتيفيتي. عشان انا اقول لك الهيراركي تبعها، مش هذه الاساسيه، يعني هذه اللي هي عامله، هذه اصلا عامله اكستند لشغله ثانيه اسمها اكتيفيتي، هاي عامله كلا عامله كلا اكستند ل، يعني هذه انت اصلا اي اكتيفيتي بتعملها اوتوماتيكلي لازم تكون بنت مين، بنت الاب كومباكت اكتيفيتي، اوكي؟ هو اوتوماتيكلي بيعمل لك اياها. اي كلاس تعملها اكتيفيتي بروح بيعمل لك اياها اكستند بنت، لازم تكون بنت هاي، عشان هاي الميثود موجوده في هاي، فانت بدك تعملها كول. وعشان الميثود اللي هي اون كرييت هاي موجوده اصلا في السوبر وانت بتبعت لها، تمام؟ يعني الاب. طيب هل هذه بس؟ لا، هذه يا جماعه هذه هي عامله اصلا، هذه عامله اكستند لا اكتيفيتي. اكتيفيتي لازم يكون واحده منهم اكتيفيتي. استنى أقول لما أعمل لها نسخة ثانية. أنا بعمل كنترول بالبال. ماشي. هاي الباكج اكتيفيتي. بس انا جاي من مكان تاني، الاكتيفيتي موجوده. بابليك كلاس، Thank you.
طيب ماشي somehow ما بعرف وين راحت كلاس اكتيفيتي. لو انا بدي اعمل تريس بتتبعها واجيبها هلا مش قادر اصلها. المهم هاي يا جماعه بعد هذه الكومباكت اب كومباكت اكتيفيتي عامله اكستند لمين؟ لقلنا لا اكتيفيتي تمام. وهاي الاكتيفيتي عامله اكستند لشيء اسمه رابر كونتكست او something كونتكست. المهم عامل اكستند لمين؟ لاخر شيء اللي هو ايش؟ الكونتكست. هذا هو الكونتكست. هذه لو انت رحت عليها مباشره يعني انا لو كتبت هنا كونتكست ورحت عليها بقدر اصلها. مش قادر اصلها مش مشكله هلا بنصلها بعدين. كونتكست اخر شيء يعني هاي اكستند لهاي عامله اكستند ل اكتيفيتي. في هيراركي في ستراكشر تمام. اخر واحده فيهم الكونتكست. مين هو الكونتكست؟ الكونتكست هو ابوهم كلهم، ابو الاكتيفيتي الاساسي اللي فوق تمام. هذا الكونتكست اللي هو المحتوى. هذا الكونتكست اللي انا بدي اياكم تعرفوه. يعني هذه المين اكتيفيتي متفرعه من شيء اسمه كونتكست ابوهم كلهم. طبعا في اكثر من كلاسات، في اكثر من كلاس. لو انت بدك تجيب تشوف ال 10 دقائق بس بنوقف. خليني انا activity extend a context عشان انا اجيب كل الهيراركي. تمام هاي الهيراركي. طلع هنا هاي كونتكست كونتكست رابر كونتكست ثيم رابر اكتيفيتي فراجمنت اكتيفيتي اللي هو ايش بعدين اب كومباكت اكتيفيتي. اب كومباكت اكتيفيتي هذه هي الـ 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 الشجره بتاعت الاكتيفيتي. يعني هذول الاباء هذا الجد تبعهم الاساسي الكونتكست بعدين اباء تمام بهذا الشكل. مفهومه يا جماعه؟ مين بتضلك ترجع لما تصل لمين؟ لابوهم الاولاني. تمام يا شباب؟ اوكي. طيب الان في عندك بالمين اكتيفيتي بتلاقي اون كرييت. هاي بسموها باك ميثود. بسموها باك ميثود اسمها اون كرييت. هلا هي هذه الميثود في لها باراميتر هيو بندل من نوع بندل ماخذه باراميتر من نوع بندل هلا بنحكي عنه تمام. وهنا السوبر برضه باعت لها عامل انت هنا سوبر اون كرييت وباعت شيء. باعت شيء لمين؟ للسوبر. باعت شيء للسوبر اللي هو لمين؟ ابو المين اكتيفيتي اللي هو هذا تمام. بعت له باراميتر هون، بعت له شيء اسمه سيفد انستنس ستيت. هلا بدنا نفهم لايش. داخل الاون كرييت هاي الميثود الباك ميثود في عندنا انا عامل كول لميثود اسمها سيت كونتنت فيو. هاي الميثود سيت كونتنت فيو موجوده وين؟ موجوده في هاي. عشان هيك انا قدرت اصلها. يعني لو انا شلت هاي حصير في عندي ايرور. حصير في عندي ايرور هاي الاون كرييت وهاي كلياته هذا كلياته معرف وين؟ الكلاس اللي انا اللي كانت موجوده اللي عاملها اكستند مضبوط؟ تمام.
هاي الأونكريات أنا بعيد بناء الأونكريات بعملها أوفررايد. الأونكريات أصلاً موجودة أبستراكت ميثود هنا وأنا بعيد إيش؟ بعيد بنائها. مزبوط ولا لا؟ أنتوا ماخدين أوبجكت أورينتد، فأنا بعيد بناء الأونكريات تمام؟ وبستخدم داخلها ميثود اسمها سيت كونتنت فيو. هاي السيت كونتنت فيو هي عبارة عن ميثود بتاخد الـ XML، بتاخد الـ XML R layout XML. هاي هذا موجود في R layout XML، هذا هو اسم الملف في الـ XML، وتاخده وبتحوله لفيو، هذا هو عبارة عن XML. هاي بتاخده بتحوله لفيو، يعني هاي الستيتمنت هي اللي بتعمل الـ XML عبارة عن فيو بيظهر على الشاشة. تمام، يعني أول مرة بتشتغل الكلاس هاي بتروح بتنفذ الـ onCreate method. الـ onCreate method لما أنت تشغل الـ onCreate إيش بتشغل؟ بتشغل هاي الميثود. الميثود هذه إيش بتعمل؟ هاي الميثود بتحول الـ XML لفيو. هذه العملية بسموها inflation inflate لكل العناصر، يعني بتعملهم له بتحولهم. الانفليشن معناتها تحويل الـ XML layout، تخطيط الـ XML بتحوله لايش؟ عبارة عن view، يعني عرض بيظهر على الشاشة. يعني الآن لو شغلت أنا إيش هيصير عندي؟ إيش هيظهر؟ نشوف إيش هيظهر. هيني أنا شغلت، إيش هنشوف هنا؟ إيش هيظهر؟ تمام؟ تمام، هيو ظهر تطبيق زي الحلاوة. تمام، هون بستنى منك لو بدك تكتب بتقدر تكتب. تمام، هون هاي الزر لو بتضغط تضغط فيش مشكلة، بس طبعا لسه ما برمجناش الزرار، لكن هي هم اوريدي بإمكانك تقدر تكتب هون فيش مشكلة، وتقدر تكتب هون ما في عندك أي مشكلة. التطبيق شغال تمام، لكن لسه احنا ما كملناش. إذا هذه الميثود لو الميثود هذه مش موجودة هتطلع عندي الشاشة فاضية. لو انا شغال الثاني هي شغل هتطلع عندي الشاشه فاضيه، يعني الاكس ام ال هذا ولا انا استفدت منه. هيني انا شغلت، ايش صار؟ اصبر شوي، فاضي تمام، ما في عندي ولا شيء، لسه ما اشتغلش. انا اسمه لوج ان 2 لسه ما اشتغل، لسه انستول. هو بحمل الاي بي كي وبعدين ايش بيعمل له صفر. هلا شغال، هيو هنا فاضي ما في اي شيء. ليش؟ لانه هاي انا وقفت هالميثود، انا وقفت الميثود تمام. اذا هذه الميثود وظيفتها انها تحول الـ XML هذا باراميتر انا اعطيتها اياه، هذا الـ XML اللي هو الاكتيفيتي مين، تحوله لمين؟ تحوله لفيو، تحوله لفيو لعرض على الشاشه تمام. اذا الجافا هو الاساس، هو الـ XML هو عباره عن تخطيط. مين اللي بيحوله لشاشه؟ اللي هو هذه اللي هي ست كونتنت فيو، اللي هي الميثود هاي. خلاص، في حد عنده سؤال؟ بدنا نوقف الان. طيب الاولي كرييت، اذا كل كلاس، كل اكتيفيتي يا جماعه بتعملها فيها باك ميثود. اهم باك ميثود اللي هي اسمها اون كرييت. في طبعا عندي اكثر من، في عندي اون بوز مثلا برا 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 الاون كرييت تمام، اون بوز للتوقف هيا تمام، في عندي اون ديستروي لما اسكرها، اون ديستروي. كل هذول باك ميثود، هذول كلهم باك ميثود لمين؟ للاكتيفيتي. يعني لما تتوقف الاكتيفيتي، لما تتسكر الاكتيفيتي، اون ستوب برضه، اون ستوب بقول له انا سوي شيء. اون ستارت لما تبدا، الاون ستارت بتيجي بعد الاون كريت.
بعدها بثواني يعني تمام. اون ستارت هذول كلياتهم باك ميثودز، بقدر انا اعيد بنائهم، بقدر انا اعيد بنائهم. يعني انا ايش بدي يصير اول ما لكن اول وحده اللي هو اون كرييت، هذه اون كرييت بتشتغل بعد الاون كرييت بتشتغل، عشان هيك انا حاطط في هذه في الاون كرييت تمام. هم حاطينها في الاون كرييت اللي هي بناء الايش كرييت للاكتيفيتي، اعملها فيو، صارت فيو على الشاشه. بعدين بتيجي الاون بوز واون ديستروي اون ستارت حسب ما بدك، ممكن تستخدمهم وممكن ما تستخدمهم. لكن هذه اللايف سايكل تبع الاكتيفيتي ان شاء الله حنشرحه بالتفصيل في محاضره ثانيه، اللي هو اكتيفيتي بسموها اكتيفيتي لايف سايكل، دوره حياه الاكتيفيتي اللي هي اون ستوب اون ديستروي. ممكن تحط كود ايش تسوي بعد 10 ثواني، ايش تسوي لما بتسكر التطبيق، ايش بدك تسوي لما كذا. فهمت كيف؟ هاي في اللي هو الاكتيفيتي لايف سايكل، الاكتيفيتي لايف سايكل تمام.